لها الرحمن الرحيم، اهلا بيكم على قناه صحبه كروشي. معاكم سلوى الفحام، بيسعدني ويشرفني دايما متابعتكم ليا على القناه، وبتمنى من ربنا التوفيق في كل شيء بقدمه لكم باذن الله. النهارده ان شاء الله هننفذ مع بعض الغرزه ديت. غرزه جميله جدا زي ما احنا شايفين كده، شكل فيونكات. تقدري تشتغلي من خلالها حاجات كتيره الحقيقه. اتمنى ان شاء الله الفيديو يفيدكم ويعجبكم، والغرزه كمان يكون شكلها عجبكم. تعالوا كده نبدا ونشوف هننفذ الغرزه الحلوه دي ازاي. الغرزة زي ما قلت لك سهله جدا، هي عباره عن تكرار لسطرين اتنين بس. في الاول بس عايزه اقول لك ان عشان تظبط معاكي الغرزه ديت محتاجه عدد من السلاسل يكون من مضاعفات رقم 12، وبعدين هنزود 8 سلاسل اضافيه. يعني احنا كده عشان نبدا شغلنا والغرزه تظبط معايا، هبدا واعمل عقده بدايه بالشكل ده كده، وابتدي اشتغل مضاعفات العدد 12. يعني اشتغل الاول 12، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، وكرر تاني 12 12 لغايه ما توصلي للطول اللي انت محتاجاه، وبعدين بقى هتضيفي 8 سلاسل اضافيه. فانا هنا هبدا ب 44 سلسله، اللي هم 36 سلسله عباره عن 12 و12 و12 وال8 سلاسل الاضافيه. 36 و8 هيبقوا 44 سلسله. يبقى زي ما قلت لك هتشتغلي مضاعفات 12 لغايه ما توصلي للطول اللي انت محتاجاه، وبعدين تضيفي 8 سلاسل. هبدأ هنا أعد 4 سلاسل، 1 2 3 4. اللي على الإبرة دي مش بعدها، هنبدأ من هنا كده أهو، 1 2 3 4. في السلسلة رقم 5 بلف الخيط على الإبرة كده، وفوق السلسلة الخامسة أبتدي أشتغل عمود، وده هيبقى تاني عمود معايا. التلات سلاسل الأولى دي بعتبرها عمود، وده كده العمود رقم 2، وفوق كل سلسلة هبتدي أشتغل عمود بالشكل ده كده. فوق كل سلسلة هشتغل عمود. هكمل السطر كله عمود فوق كل سلسلة. تمام كده، ده كده السطر الاول. والسطر ده سطر تاسيس، يعني مش ضمن الغرزة. زي ما قلت الغرزة مكونة من سطرين بنكررهم. السطر ده سطر تاسيس، مش من سطور الغرزة. يعني السطر التاني هو ده بداية الغرزة بتاعتنا. تمام، طيب هنبدأ بقى بالسطر السطر التاني. هنشتغل ازاي؟ هرتفع 3 سلسلة، 1 2 3، بعتبرها أول عمود. هلف الشغل بتاعي وابتدي أشتغل هنا. خلاص ارتفعت 3 سلاسل واعتبرتها عمود. في الغرزة التانية على طول هشتغل عمود. الغرزة التالتة عمود. الغرزة رقم 4 عمود. والغرزة رقم 5 عمود. يبقى احنا كده هنا عندي 5 أعمدة جنب بعض، 1 2 3 4 5. بعد كده بعمل سلسلة، هفوت 1 2 3، هفوت 3 غرز. في الغرزة رقم 4 هشتغل عمود، وبعدين 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وفي نفس المكان هشتغل عمود. شايفه ازاي؟ وبعدين هعمل سلسله والف الخيط على الابره، هفوت 3 غرز، 1 2 3. في الغرزه رقم 4 هشتغل عمود، اللي بعديه كمان عمود كده، 2 3 4 5، 5 أعمدة جنب بعض. تمام، واكرر تاني. هشتغل سلسله، هفوت 1 2 3، في الغرزه رقم 4 هعمل عمود، 5 سلسله، 2 3 4 5، في نفس المكان عمود. بعدين سلسله، افوت 1 2 3، في الغرزه رقم 4 هعمل 5 أعمدة جنب بعض، 1 2 3 4 5. شايفة ازاي؟ ونكرر تاني. بعمل سلسلة، ألف الخيط على الإبرة، 1 2 3، فوق الغرزة رقم 4 بشتغل عمود، 5 سلسلة، 2 3 4 5، وفي نفس المكان عمود. وبعدين سلسلة، هفوت 1 2 3،
هنا هعمل 5 عمود، 1 2 3 4، واخر عمود فوق السلسلة التالت، من التالت السلاسل اللي انا بعتبرها ايه اول عمود بالشكل ده. شايفة الغزة ظبطت معايا ازاي؟ عشان زي ما قلت لك مضاعفاتها رقم 12، وفي الاخر بنزود 8 سلاسل، هتلاقي ايه الغزة ظبطت معاكي بالشكل ده. تمام. طيب السطر رقم 2، السطر التاني للغزة زي ما اتفقت معاكي، السطر الاول ده سطر تأسيس، فانا بعتبر ده السطر الاول للغزة، والسطر اللي جاي هو السطر التاني للغزة. هرتفع 3 سلاسل بعتبرها عمود، 1 2 3، هلف الشغل بتاعي فوق، فاضل لي هنا 4 أعمدة جنب بعض، فوق كل عمود فيهم هشتغل عمود، 1 2 3 4، كده اشتغلت فوق ال5 أعمدة 5 أعمدة. تمام. طيب بعد كده خلي بالك معايا، هعمل سلسلة بلف القطع الإبرة. شايفة العمود الأول ده، أنا عندي هنا إيه عمود، 5 سلسلة عمود، حوالين العمود الأول ده هعمل غزة باف ب8 لفات. شايفة أنا همسك الشغل كده عشان يبقى سهل عليا، بلف القطع الإبرة وأجي هنا أسحب الخيط وأعد كده، 1، لف القطع الإبرة وأسحب، 2 3 4 5 6 7 8. خلي بالك معايا بقى، هلف القطعة الإبرة، خلي بالك معايا هنا، أدي أول لفتين أهم، شايفة إزاي أنا هسحب لفتين لفتين، أدي كده 2 أهم والاتنين اللي وراهم، وهكذا بلف القطعة الإبرة وأسحب من أول لفتين، شايفة إزاي بلف القطعة الإبرة وأسحب من اللفة اللي هي ديت الجديدة دي، وكمان لفتين بعدها أهم، خلي بالك معايا بلف القطعة الإبرة واسحب من اللفة دي واتنين بعدها اهم، اللفتين دول، شايفة ازاي؟ يبقى لف الخيط واسحب ايه كده تاني، لف الخيط على الإبرة واسحب من الايه اللفتين دول كده، لف الخيط على الإبرة واسحب كده، كل ما اللفة اللي على الإبرة ولفتين جنبهم اللي هما دول كده، شايفة ازاي؟ انا هسحب دلوقتي التلاتة دول، دي والاتنين دول اهو، وهكذا لغاية ما اخلص اللفات كلها اللي على الإبرة اهو كده، هيبقى عندي اخر لفتين بلف الخيط واسحبه من اللفتين دول بالشكل ده كده. وبعدين اعمل سلسلة واجي هنا عند ال5 سلاسل دول واعمل غرزة حشو، غرزة حشو، وبعديها سلسلة، هلف القطعة الابرة واعمل غرزة باف ب4 لفات. فين بقى؟ شايفة العمود اللي احنا كنا شغالين فيه، عمود 5 سلسلة عمود، هو ده في نفس المكان هنا، هعمل غرزة باف ب4 لفات، بسحب الخيط كده وارتفع بيه لفوق كده، 1 2 3 4، بلف الخيط واسحبه من اللفات كلها اللي على الإبرة، واقفل على غرزة الباف بالشكل ده. بعديها بعمل سلسلة في نفس الفراغ هنا اهو، هعمل غرزة حشو، شايفة ازاي؟ بعديها سلسلة، وهنا العمود التاني ده بشتغل حواليه برضه غرزة باف ب8 لفات، بلف الخيط على الإبرة واجي هنا اسحب الخيط كده، 1 2 3 4 5 6 7 8. بنفس الطريقة برضو هسحب لفتين لفتين، ادي اول لفتين اهم، لف الخيط واطلعه منهم كده، هيبقى عندي اللفة اللي هي على الإبرة دي، اللفة اللي على الإبرة دي، وهاخد بعدها 2 كمان، شايفة ازاي؟ بلف الخيط على الإبرة وأسحب من اللفة دي ولفتين بعدها، وهكذا كده، 2 أهو كده، 3 4 5 6 7 8. هبقى آخر لفتين على الإبرة، لف الخيط وطلعه من اللفة منه، وبعديها أعمل سلسلة ولف الخيط على الإبرة، عندي هنا 5 عمود، هشتغل فوق كل عمود عمود، 1 2 3 4 5، وبقت عندي الفيونكة بالشكل ده.
شايفه شكلها جميل قد ايه. تمام، طيب نكرر تاني كده. بعمل سلسله، هلف الخيط على الابره واجي هنا عند العمود الاول، هعمل غرز باف بثمان لفات، 1 2 3 4 5 6 7 8. بلف اخر اول لفتين، 1 2 3 4 5 6 7 8، ولف الخيط وطلعه من اخر لفتين معايا على الابره. بعمل سلسله، باجي هنا في الفراغ اللي هو 5 سلسله واعمل غرزه حشو، وبعديها سلسله، لف الخيط على الابره، هاجي هنا الغرزه اللي انا عملت فيها عمودين هنا، اعمل غرزه باف ب4 لفات. خلي بالك معايا، برتفع بالخيط كده، 1 2 3 4، بلف الخيط واطلعه من اللفات كلها، واقفل على غرزة الباف بسلسلة، واعمل سلسلة كمان، وفي نفس هنا الفراغ اللي هو 5 سلسلة اهو، اوسع لنفسي كده واعمل غرزة حشو، بعديها سلسلة، والف الخيط على الابرة، وهاجي عند العمود التاني واعمل باف ب8 لفات، 1 2 3 4 5 6 7 8. طبعا انا مش بعمل غرز باف ولا حاجه، انا بعمل بسحب بس اللفات، لف الخيط واطلعه من ايه، من 2 اهو بالشكل ده، 2 3 4 5 6 7 8، والف واطلع من اخر لفتين. هعمل سلسله واكرر تاني بقى فوق ال5 عواميد دول، فوق كل عمود هشتغل عمود، واكرر تاني هنا في يونكه. تمام، وهيبقى لي هنا 5 عمود، 1 2 3 4، والسلسله الثالثه من 3 سلاسل دول برضه بعتبرها عمود، فهشتغل فوقيها عمود، هيبقى عندي هنا 5 اعمده، ونرجع نكمل مع بعض ان شاء الله. تمام كده، ودي شكل الفيونكة بعد ما خلصناها، شايفة شكلها جميل قد ايه. طيب، وزي ما قلت لك هو ده السطرين اللي هيتكرروا. تمام، طيب لو حابة ان احنا نغير اللون، يعني لو عايزة تغيري اللون تشتغلي بكذا لون زي كده، هنعمل ايه؟ هقول لك ازاي تغيري اللون. هنا بعد ما خلصت السطر التاني للغرزة، انا هنا اخر عمود اشتغلته اهو، هشتغله تاني معاكي عشان اوريكي هتغيري اللون ازاي. اخر عمود بشتغله ازاي، بلف الخيط على الابرة، وفوق السلسلة التالتة من ال3 سلاسل الاولى بشتغل عمود، بلف الخيط واطلعه من لفتين بس بقى ايه، اخر لفتين دول بجيب اللون اللي انا عايزه اغيره اشتغل بيه اهو كده، واسحبه من اللفتين دول. الشكل ده كده، وعشان اثبته هبتدي الضم الطرف الصغير دوت مع اللون ايه الاول. طبعا خلي اللون برضو معاكي لو انت عايزه تغيري اللون كذا مره، يعني متقطعيش اللون الايه اللي انت كنت شغاله بيه، لا سيبيه كده ايه معاكي لو عايزة تشتغلي بيه تاني. يعني كده بقى ابتدي اشتغل باللون الجديد، كده انا شبكته اهو وابتدي اشتغل بيه، هرتفع 3 سلسلة. خلي بالك معايا، 1 2 3، هلف الشغل بتاعي واشتغل فوق كل عمود عمود، 3 سلاسل دي هي العمود الاول، ده كده العمود التاني، العمود رقم 3 4 5. تمام، طيب بعد كده بعمل سلسلة، هاجي هنا عندي غرزة باف في المنتصف اهي، غرزة الباف اللي في المنتصف، بعد ما عملت السلسلة هاجي هنا فوق غرزة الباف هشتغل عمود، 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، وفي نفس المكان عمود، شايفة ازاي؟ وبعدين اعمل سلسلة، هلاقي هنا عندي ال5 أعمدة دول، هشتغل فوق كل عمود عمود، 1 2 3 4 5 سلسلة،
لف الخيط على الإبرة فوق غرزة الباف اهي، هعمل عمود 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، وفي نفس المكان عمود وهكذا، وبعدين بعمل سلسلة وأقرب بنفس الطريقة لنهاية السطر. كده كوننا السطر الأول للغرزة، ده كده السطر الأول للغرزة. وابتدي اشتغل السطر التاني اللي هو بكون فيه ايه الفيونكة او الفراشة زي ما تحبي، اللي هو تكرار للسطر التاني. ده كده السطر الاول للغرزة، وادي التاني السطر الاول للغرزة، السطر التاني هيبقى تكرار للسطر ده. تمام، هتشتغلي بنفس الطريقة اللي اشتغلناها، يعني هترتفعي 3 سلسلة فوق كل عمود من الأربعة، هتشتغلي عمود هيبقى عندك كده 5 أعمدة، هعمل سلسلة واشتغل بنفس الطريقة هنا حوالين العمود وال5 سلسلة والعمود بنفس الطريقة اللي اشتغلناها دي. وزي ما قلت لك هتخلي معاكي طرف الخيط دوت موجود لو حابه ان انت تغيري اللون زي ما احنا شغالين هنا. انا الخيوط فضلت معايا اهي وطالعه بيها كده عشان تبقى ايه دايما معايا. في نهايه الشغل ممكن طبعا تشتغلي على حرف الشغل كده اي اطار ظريف لو بتشتغلي مثلا بطانيه بيبي او اي شغل، فبالتالي الخيوط دي هتختفي معاكي عشان ما تفضليش تقطعي الخيوط وتشبكيها مره تانية. يعني زي ما قلت لك هي غرزة بسيطة وسهلة جميلة جدا جدا، أتمنى إن شاء الله يكون شرحي ليها بسيط وموفق بإذن الله. شكرا، ونتقابل بإذن الله على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.